حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سعيد حارب لمناسبة زفاف نجله حارب إلى كريمة السيد محمد سعيد الغيث. وحضر الحفل الذي أقيم في قرية البوم السياحية في دبي عصر اليوم عدد من أعيان البلاد وقارب العروسين، وقد بارك سمو ولي عهد دبي العروسين وذويهما الزواج متمنيا للعروسين حياة زوجية سعيدة.